أحداث غير متوقعة وصادمة في الحلقة الأخيرة من مسلسل مكتوب الجزء الثاني على القناة الثانية أحداث مثيرة ومشوقة في الحلقة الأخيرة من مسلسلكم المفضل المكتوب جزئه الثاني بوت جنون وانتحار من بين الأحداث ظهور الشخصية ديال المحجوبة اللي شفناها اللي كتقوم بالتجسيد ديالها الفنانة زاهرة صادق واللي غتكشف عن مفاجآت كبيرة منها تبني ديال الشيخة حليمة البنت ديالها هند بسبب ديال العدم القدرة ديالها على الإنجاب شيء اللي يؤدي إلى الإصابة ديال هذه الأخيرة اللي هي هند بالجنون غدا تسطم اللي غدا تعرف بأن أحليمة ما ماشي الأم ديالها ولكن غير مربيها غدا تقدم على الانتحار من هنا غادي نشوفه آه وقوع بزاف ديال الأحداث اللي ما غاديش يكونوا سير في الحياة هنا غادي نشوفو الشخصية ديال يوسف اللي غادي يتعرض بحادثة السير اللي غادي تأدي للوفاة ديالو، وهنا غادي نشوفو السبب ديال هاد الوفاة ديال يوسف في الحادثة هو حامد، هنا غادي نشوفو الدخول ديال حامد للسجن، بعد محاولة ديالو القتل ديال سالمة في يوم الزفاف ديالها من علي، غادي نشوفو انه محاولة ديال القتل غادي يمشي للحبس، بالإضافة إلى ارتباط سليمة بالشخصية ديال علي و هند و السفر ديال المهدي و نسيمة لكندا انا غادي ترجع العلاقة ديال المهدي و نسيمة ديالها و تقول لي لك كتبغيني غادي نمشي بنت الشيخة اذا هنا غادي يمشي المهدي و نسيمة لكندا غادي يسافرو و غادي حياتهم تما و غادي هذه كانت الحلقة الأخيرة من مسلسل مكتوب الجزء الثاني كنتمنى الدعم ديالكم ما تنساوش لي لايك خلي متابعه للقناه باش يوصلك الجديد ان شاء الله